السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. أني للطيران، فتح الطيران بين مصر والسعودية قريبا. إليكم التفاصيل. متابعين لأول مرة، ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا دعمكم بلايك لنستمر في نشر كل ما هو جديد إليكم. مؤشرات عديدة تؤكد قرب فتح الطيران بين مصر والسعودية لما كان عليه قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم في فبراير من العام الماضي. وقال يسري عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران إن قرار هيئة الطيران المدني السعودي الخاص بتشغيل مطارات المملكة العربية السعودية بكامل طاقتها الاستيعابية بداية من أمس الأحد يمثل مؤشرا جيدا للاستعداد مطارات المملكة لاستقبال المسافرين من كل دول العالم. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران أنه وللمرة الأولى منذ قرار المملكة العربية السعودية في فبراير الماضي بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بشكل مؤقت، تشير كل التوقعات إلى أن فتح الطيران بين مصر والسعودية بوضعها الطبيعي بات قريبا للغاية، لافتا إلى أنه لا يستطيع الجزم تحديدا بموعد يقيني لهذا الإجراء، خاصة أنه سيصدر من سلطات المملكة، إلا أنه بدأ في الأفق. وأشار إلى أن هناك دلائل ومؤشرات إضافية لعودة فتح الطيران بين مصر والسعودية بشكل طبيعي بعيدا عن إجراءات المملكة الأخيرة، أهمها قيام الحكومة المصرية بتطعيم أعداد كبيرة من المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فضلا عن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بشركة الطيران والمطارات المصرية وكذلك العاملين بالقطاع السياحي المصري، إضافة إلى السيطرة شبه التامة على الوضع الوبائي في مصر نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، علاوة على عودة الحركة السياحية لمصر من مختلف دول العالم خاصة بريطانيا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، ما يدل على أن مصر آمنة صحيا. وأوضح عبد الوهاب أن معدلات تشغيل الحركة الجوية بين مصر والسعودية قبل جائحة كورونا كانت الأعلى بين أي دولتين في العالم، وذلك بسبب علاقات الإخوة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي وكذلك خيالات البلدين الشقيقين على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتطلع لصدور قرار سعودي في أقرب وقت يعيد فتح الطيران بين مصر والسعودية بشكل طبيعي خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية الحالية. يشار إلى أن شركة الطيران العاملة بين مصر والسعودية تنقل حاليا ثلاث فئات استثنائية من المصريين إلى المملكة مباشرة عبر رحلات جوية يومية، وهم العاملون المصريون بالسعودية الذين حصلوا على جرعتي التطعيم بالمملكة، والعاملون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، فضلا عن العاملين بالقطاع التدريس بالسعودية سواء المدارس أو الجامعات. متابعينا، عجبكم الفيديو ورجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.